السلام عليكم. عارفين اليوم كم التاريخ؟ 18-12-2020. شو يعني؟ يعني انه كمان 5 ساعات بالضبط بس بعد سنتين، يعني ب 18-12-2022 سنتعرف على بطل كأس العالم لمونديال قطر 2022 رسميا، وانطلق العد التنازلي للمونديال الأول في الشرق الأوسط، مونديال العرب جميعا. الله يكتب التوفيق لكل منتخبات العربية من أجل الوصول وتمثيلنا في هذا المحفل العالمي الكبير. طيب، يوم الاثنين الماضي انسحبت قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا، وزي ما كنت حكي لكم اترقبوا مواجهتين تكسير عظام، واحدة حيكون برشلونة طرف فيها وحصل، والثانية حيكون أتلتيكو مدريد طرف فيها وصار رسميا. وفي لقاء مرعب مخيف سيجمع ليفربول بلايبزيغ، صعب جدا تتوقع مين راح يتأهل منه، بس اطمن حيكون في حلقة انا اقطع لدوري 16 لدوري ابطال اوروبا في وقتها، وتذكروا دائما احنا بنقطع ما بنتوقع، ولو غلطنا فالعقاب في الانتظار. طيب، في حلقة اليوم راح اسلط الضوء على مباراتين تصدروا المشهد في الجولة الماضية، قمة صدارة الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول وتوتنهام، ومن سوء حظي انه كان في نفس الوقت مع القمة الثانية، برشلونة وريال سوسداد قمة الجولة في الدوري الاسباني. جاهزين ننطلق؟ بس قبل وصلني خبر من الجبل الأسود إنكم بتأدوا بشكل جيد في موضوع الاشتراك بالقناة، ولكن طموحنا يلامس عنان السماء، ففجر زر الاشتراك يا صديقي وفعل جرس الإشعارات على كل التنبيهات حتى ما تفوتك الحلقتين اللي بنزلهم في الأسبوع. هيك إحنا في القناة بننزل حلقتين في الأسبوع، بنكسر فيهم الدنيا وبنضلنا ماشيين. واليوم بدي أخذ المخاطرة على أشدة وأطلب منكم إنه نوصل الحلقة ل 250 ألف لايك رسمياً. رقم مرعب نعم، ولكنكم جبتوه الأسبوع الماضي. ثم لا خوف عليكم يا وحوش اليوتيوب، للدردشة معي أو متابعة يومياتي هاي حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتشرف بكم جميعاً. ويلا اربط حزامك لنقلع في حلقة تحليلية نارية. انطلقنا. واخيرا سقط مورينيو في الدوري الانجليزي الممتاز بعد صمود استمر ل 95 يوم منذ خسارته بالجولة الاولى امام ايفرتون 1-0. ليفربول بهذا الانتصار انفرد بالصدارة، وكلوب اكد انه الرقم الصعب في عالم المدربين في احلك الظروف وبغياب 3 لاعبين اساسيين، فان دايك وجو جوميز وتياغو، ومع ذلك تفوق على مورينيو نتيجة وتكتيكا. ليفربول بهذا الفوز وصل للنقطة 28 في الصدارة، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن توتنهام الثاني اللي عنده 25 نقطة. ولكن تخيل انه الفرق بين توتنهام الثاني وولفرهامبتون العاشر 5 نقاط فقط. يا عفو الله الرحيم، ايش هذا الدوري الانجليزي الممتاز اللي بيعيشه هذا الموسم؟ شتان بين الموسم الماضي الضعيف جدا اللي اكتسحه ليفربول عرضا وطولا، وهذا الموسم المرعب رعب الكلاب السود في الليله الحمراء. هذا هو الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج. ليفربول صاحب الارض نزل المباراه بالرسم الخططي 4-3-3 الكلاسيكيه. في هذه التشكيله اعتمد كلوب على فابينيو وويليامز كقلبي دفاع، في حين مورينيو نزل بال 4-1-2-3 هويبرغ وحيدا بالارتكاز وامام الثنائي سيسوكو ولوسيلسو، وثلاثي هجومي مكون من سون وكين وبيرغفاين. بس برايي مورينيو وقع بغلط كبير على مستوى التشكيل. مورينيو بدا بديفيز كظهير ايسر واستغنى عن ظهيره الاساسي المهاري الطيار ريجيلون. ليش مورينيو عمل هيك؟ لايقاف خطوره محمد صلاح، من منطلق انه بن ديفيز اقوى دفاعيا من ريجيلون، وترك ريجيلون الجاهز على الدكه واحتاج غصب عنه في الشوط الثاني. طبعا ما بننسى انه ريجيلون قدم مباراه كبيره ضد السيتي لما واجه رياض محرز بنفس الطريقه. هاي الغلطه تبعت مورينيو هي تماما نفس غلطه سيميوني ضد ريال مدريد الجوله الماضيه، ترك الظهير الخلاق الهجومي لودي على الدكه واعتمد ظهير بمهام دفاعيه اللي هو هيرموزو. اقوى ما يميز توتنهام هذا الموسم هو ثبات التشكيل الاساسي. يا ما حكيت يا جماعه، الفرق اللي بدها تنجح لازم تكون تشكيلاتها ثابته، واذا غاب لاعب اساسي يكون معروف مين بديله الجاهز. هذا بنشوفه من سنوات في ليفربول، وشفناه الموسم الماضي في البايرن وما زال على ذات النهج، وبنشوفه هذا الموسم بشكل واضح مع اي سي ميلان في ايطاليا وتوتنهام في انجلترا. ريال مدريد كمان ثبت تشكيلته مؤخرا، وهذا سر ابداعه واكتساحه للخصوم. طيب يا جماعه، همسي في الاذن واسمحوا لي، اذا سمعتوا عن مباراه تجمع ليفربول وتوتنهام فارجوكم ما تفوتوها. لا اذكر في اخر 10 سنوات انه اي مباراه بينهم كانت مباراه عاديه ومش مثيره. لازم التشويق والاثاره والاهداف تكون حاضره. خلاص سجلوها عندكم في الرزنامه السنويه وقولوا محمد عدنان حكى. طيب، انطلقت المباراة بسيطرة للريدز على السبيرز، فكرنا انها سيطرة ستنتهي بعد اول ربع ساعة مثلا، او بس مرحلة جاست نبض حيرجع توتنهام للمباراة ويتحرر. بس الغريب انه ولا شيء من هذا حصل، بل كانت كماشي مرعبة اطبقها كلوب على مورينيو. حيقول البعض بس يا محمد هذا هو اسلوب مورينيو في كل القمم مع فرق المقدمة، يتراجع للخلف ويدافع. صحيح، هذا هو ديدنه الدائم، فالرجل يتراجع بقرار منه ويترك الكرة لليفربول. هذا تكتيكيا اسمه اللعب على المرتدات، أأمن مناطقي باكبر عدد ممكن من اللاعبين واقرب بالفجوات بين لاعبيني وامنع اي اقتراب من مرماي، وهذا نجح بشكل مبهر امام السيتي وتشيلسي. ولكن الفكره تقوم على مرتكزين مهمين جدا، واحد انه الخصم ما يوصل لمرماي، اثنين انه بس اقطع الكره انطلق بهجمتي بسرعه البرق والدغ. اللي صار انه كلوب حرم مورينيو من هذه الميزتين، فليفربول كان يصل لمرمى لوريس في كل هجمه تقريبا. لوريس قدم مباراه بجوده عاليه جدا، تصدى لاكثر من 10 محاولات حقيقيه على مرمى طوال المباراه، كان نجم اللقاء الاول مع انه فريقه خسر. هذا يوحي لك ايش كان حاصل من رعب هجومي للريدز. الامر الاخر
آخر إنه توتنهام عجز عن عمل المرتدات، وإذا قطع الكرة ما كانت تصمد معه أكثر من 10 ثواني بالكثير، ويكون استرجعوها أشبال يورغن كلوب. شفتوا التفوق التكتيكي وين؟ إنك تطبق أفكارك التكتيكية وتحرم خصمك من تكتيكاته وأفكاره. طيب سؤال، شو مكمن قوة الريز يا جماعة؟ يلا مين يحكي لي؟ ترى المفروض أصغر متابع لنا يعرف. أيوة يا سلام عليك اللي قلت الأطراف، أحسنت. نعم قوة ليفربول تعتمد على الطرفين، الطرف الأيمن في الظهير أرنولد وأمامه محمد صلاح، والطرف الأيسر في روبرتسون كظهير طيار وساديو ماني كجناح. في الحالة الهجومية أرنولد على اليمين بيصير الجناح ومحمد صلاح يضم للعمق، وهو تماما ما يحصل في الجهة اليسرى، روبرتسون على الطرف وماني يضم للعمق مثل صلاح للاقتراب من المرمى والتهديد المباشر. وامسك خطر داهم يا عفو الله لا يتوقف. لما أشوف عرضيات روبرتسون وأرنولد أكون على يقين إنه بعض أروع وأقوى ضاربين الكرات الرأسية في العالم بيكونوا بيتحسروا. زي مين يا محمد؟ زي مين؟ باتريك كلويفرد وديفيد تريزيجي وكلوزيا وتيم كاهل ويان كولر. نعم بتحسر إنهم ما لعبوا مع أظهرة زي هيك، أظهر عرضياتهم بالملي. نكمل ونقول إنه ليفربول كان أجرأ وأشرس طوال الشوط الأول، وهذا طبيعي لفريق لعب 6 مباريات في ملعبه فاز فيهم كلهم. اللعب كان في مناطق توتنهام فقط. عرفنا إنه هدف ليفربول لن يتأخر، وفعلا في الدقة 26 صلاح سدد كرة ارتطمت بقدم المدافع ووجدت طريقها لمرمى لوريس المتألق. ولكن غريبة يا كرة القدم، اللعبة تحسب بالأهداف مش بالفوز التكتيكي. توتنهام من أول وصول لمرمى أليسون سجل بهجمة استغرقت 5 ثواني فقط من الحارس لوريس للو سيلسو للسنو جول. بعد الهدف تحرر توتنهام إلى حد ما، ولكن استمر ليفربول في السيطرة المطلقة. تخيلوا نسبة السيطرة كانت 78% لليفربول مقابل 22% فقط لتوتنهام، واحنا بنتكلم عن فريقي الصدارة في الدوري الإنجليزي. ليفربول لعب في الشوط الأول أكثر من 550 تمريرة مقابل فقط 130 تمريرة لتوتنهام. بالمناسبة في الشوط الأول كان محمد صلاح نجم فريقه من دون منازع. في الشوط الثاني مورينيو غير رسم التكتيكي من 4-1-2-3 ل4-4-2 بسون وهاري كين كرؤوس حربة، وسحب لو سيلسو من وسط الملعب واستبدله بلاعب الطرف السريع المهاري لوكاس مورا. استمر الصراع، وميزة ليفربول كانت انه كاسب معركة الوسط. توتنهام في الشوط الثاني افضل من الشوط الاول الى حد ما، وبالدليل ما حصل في الدقيقة 63. صار اشي ما صار طوال مدة الشوط الاول. في الدقيقة 63 اجت كرتين لتوتنهام كان ممكن يحسموا المباراة. بيرخ فاين وانفراد وجه لوجه مع اليسون كشف عيوب دفاع الليفر لو انضغط، والكورنر نفسه الكرة كانت من هاري كين داخل الستة بس ضرب بالراس وهو مغمض. فيرمينو اللي كان اسوأ لاعب في ليفربول حسم المباراة في الوقت القاتل. اعدم توتنهام في الدقيقة 90 بضربة رأسية من اروع ما يكون بعد ركلة ركنية خرافية من روبرتسون، وانتصر الهجوم على الدفاع في معركة كلوب ومورينيو التكتيكية. ننتقل الان لقمة برشلونة وسوسيداد في الكامب نو. اول شيء كمشجع لبرشلونة لازم تكون مقتنع انك واجهت فريق قوي وخصم عنيد ومتصدر الدوري ومهاجم اوير زبال هو هداف الدوري، فالطبيعي والمنطق انك ما تفوز عليه بسهولة قياسا على انه مستواك كبرشلونة متذبذب. ومع ذلك فاز برشلونة وحق له الفوز والفرح، تخلص من خصم كبير في مرحلة الذهاب. بفوز برشلونة خلاص بدأ كبار الليغا ياخذوا مواقعهم على رأس جدول الترتيب، إذن بانطلاق رحلتهم ومعركتهم للفوز بلقب الدوري. الشوط الأول ربما قد يكون الأفضل لبرشلونة منذ لقاء اليوفي في الجولة الثانية من دوري الأبطال. الأداء السيء في الشوط الثاني وعدم تسجيل الفرص المحققة خلى المشجعين على أعصابهم طول الشوط الثاني. نجومية اللقاء كانت من نصيب المكافح بيدري والهداف جوردي ألبا. نعم بيدري أنقذ فريقه في الدقيقة 73 من هدف التعادل لسوسيداد بعد ما استأسد في كرة يعجز عنها أعتى مدافعي العالم. أضف إلى ذلك إنه كان شعلة من النشاط والتحرك طوال المباراة وحلقة الوصل الرئيسية بين خطوط الفريق في الحالة الهجومية. أما جوردي ألبا فراجع لقمة مستوى هذا العفريت، سجل هدف فريقه الأول وصنع هدف فريقه الثاني كالعادة بعرضية منخفضة ما حدا بنفسه بجودتها في كل العالم. الواضح بالنسبة إلي الآن إنه روبرتسون وجوردي ألبا وديفيز في كفة وباقي الأظهرة اليسرى في العالم في كفة أخرى. نعم هناك أظهرة مبدعة جدا هذا الموسم مثل ثيو هيرنانديز الميلان وريجولون توتنهام ولوكاس دين إيفرتون، ولكن الليفل اللي فيه ألبا وديفيز وروبرتسون عالي جدا جدا. هنحكي عن ميسي آخر شيء، بس خليني أحكي شوية عن جريزمان وعن المنظومة الدفاعية لبرشلونة. جريزمان ضيع فرصة سهلة جدا في الشوط الثاني، وكل وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي استخدموها للسخرية منه، ولكن الحقيقة إنه جريزمان قدم مباراة كبيرة جدا، كان سبب رئيسي في الهدف الأول، حاول واجتهد وكسر العارضة في الشوط الأول، وهدد مرمى سوسيداد تهديد حقيقي طوال دقائق لعبه، وشارك كالعادة بدور دفاعي مميز، ولكن اجت الفرصة اللي ما بتتضيع مع تصفيفة شعره الغريبة في يوم واحد، فأخذ اللي فيه النصيب. طيب، أنا ياما انتقدت المنظومة الدفاعية لبرشلونة، وأنا مقتنع إنه الأفراد جيدين كإمكانيات، سواء بيكي أو
مينغلي او ام تيتي او مينغويزا او اراخو، ولكنهم يحتاجوا لمدرب يجيد التكتيكات الدفاعيه، مدرب بيعرف يدافع قبل ما يهاجم، وهي هي كره القدم الحديثه، دافع بشراسه ثم اهجم. ما عمرنا شفنا هذا الشيء في برشلونه، حتى في عز فتره بيب جوارديولا دائما الفريق فتاك هجوميا وسهل ضربه دفاعيا، فالهجوم ياتي على حساب الدفاع. مين تقصد يا محمد بمدرب دفاعي يحتاجه برشلونه؟ حطرح خمس اسماء انا اضمن نجاحهم مع برشلونه، بعضهم مستحيل جدا في الفتره القريبه نشوفه مدرب لبرشلونه، ولكن فنيا كلهم يصلحوا لاستلام المهمه من بكره. هذا الخماسي هو ماسيميليانو أليجري وديدي ديشام وفرناندو سانتوس ودييغو سيميوني وجوزي مورينيو. فعلا برشلونه بحاجه لمدرب بفكر دفاعي. نختم بميسي وقضيته الشائكه. ميسي اكيد مش عاجبه حال الفريق كما باقي المشجعين، ولكن ميسي لاعب محترف من اعلى طراز، يعطي 100% في كل مباراه بما تسمح به الظروف، يقاتل ويؤدي ويفرح مع الزملاء، ولا يقحم ما يجول بفكره خارج الملعب الى داخل الملعب. يعلم ميسي يقينا انه هي اسوأ فتره للفريق من 16 سنه عاشها داخل هذا الكيان. ميسي تخلص من الطاعون الاول اللي اسمه اداره بارتوميو، ولكن هذا مجرد مؤشر ايجابي واحد على بقاء ميسي في الفريق الموسم القادم. في امور اخرى مهمه جدا لازم تصير عشان يبقى ميسي، وبالمناسبه ميسي لما قرر الرحيل في الصيف الماضي كان صادق في مسعاه، وخلافه مع الاداره هو خلاف حقيقي، والرجل لولا قضيه قيمه فسخ العقد ب 700 مليون يورو ممكن كان الان بيلعب في فريق اخر. طيب شو هي الامور الاخرى اللي لازم تتوفر ليبقى ميسي؟ اول شيء لازم الفريق يطلع بموسم ممتاز، ان يحقق لقب واحد على الاقل، اما لقب الدوري الاسباني او لقب دوري ابطال اوروبا، ولا باس بكاس الملك. اهم شيء الفريق ما يخرج خالي الوفاض وبفضيحه كما حصل الموسم الماضي. اثنين، لازم تيجي اداره جديده في الانتخابات القادمه تلبي للرجل مطالبه وتحقق تاملاته وتوجهه. الاقرب لذلك هو الرئيس السابق خوان لابورتا، صديق ميسي المقرب. هذا مؤشر ايجابي اخر مهم جدا لو حصل. وثالثا نيمار. نيمار؟ نعم نيمار يا جماعة، هو مطلب ميسي من عدة سنوات، ونيمار يعلم ذلك، وتصريح نيمار الأخير ما كان عبث أو كلام بالهوى. أكيد نيمار وميسي متفقان على اللعب معا الموسم القادم، إما تحقق الإدارة القادمة هذا المطلب لميسي، أو نجد ميسي يجاور نيمار في خط هجوم نادي باريس سان جيرمان، ولكن قطعا في الصيف مش في الشتاء. في ناس قال خايفين إنه يصير هذا الشيء في فترة الانتقالات الشتوية وميسي يلعب ضد برشلونة في دور 16 لدوري الأبطال، بس اطمنوا هذا لن يحصل. عرفتوا الآن بقاء ميسي داخل القلعة الكتالونية مرهون بشو؟ لابد من توفر كل الشروط الثلاثة، لو سقط أي واحد منهم فالرجل سيغادر يقينا. احكوا لي في خانة التعليقات، هل بتتوقعوا بقاء ميسي الموسم القادم وتحقق شروطه؟ أم إنه سيكون الوداع الكبير؟ بحب أقرأ تعليقاتكم، والتعليقات الجميلة أكيد حيكون من نصيبها اللايك والقلب، واللي ما اشترك يشترك بلاش أزعل منه، ويفعل جرس الإشعارات، واللي ما عمل لايك أول حلقة يعمل الآن حبايبي، وهي كل حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي بحب يقترح علي موضوع معين أو يدردش معي فأهلا وسهلا بالجميع، واللي ما شاف الحلقات الماضية شوفها أصدقائي، أراكم على خير، سلام عليكم. قصة من آخرها.